طيب تحليل الدم، تحليل الدم لو أن صائما اضطر أن تأخذ منه عينة لتحليل الدم أو اضطر إلى استعمال حقنة من الحقن، فهل هذا يفسد الصوم؟ لا، بل هذا من الأمور المباحة، ولا حرج عليه أن تأخذ منه عينة لتحليل الدم، ولا حرج عليه أن يستخدم الحقن. والحقيقة العلماء يفصلون في مسألة الحقن إذا كانت للتغذية أو لغير التغذية، وفي خلاف كبير بين أهل العلم. وعجبت لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة حين رجح أن الإبر حتى ولو كانت مغذية لا تفطر، واستدل استدلالا عجيبا من أعجب الاستدلالات، قال بأنه حتى لو أن هذه المحاليل المغذية علقت للصائم وتغذى عليها صحيح وقامت مقام الطعام والشراب لأنها تقويه تقيمه، قال ومع ذلك يبقى الإنسان متعلقا بشهوة الأكل والشرب. يعني مستحيل أن يعيش إنسان على هذه التحليل، إنما عاوز يأكل، عاوز يشرب، عاوز يستمتع بلذة الطعام ولذة الشراب. وذلك رجح شيخنا رحمه الله تعالى أن حتى هذه الإبر لا تفطر. ومن أهل العلم قال تفطر لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وأنا أرجح قول شيخنا رحمه الله تعالى وأميل إليه، وإن كنت أرى أن الإنسان لو وصل إلى هذه المرحلة من مراحل المرض واضطر إلى أن يستخدم المحاليل، دل هذا على أن حالته ربما يعني يصعب معه الصيام، ففي هذه الحالة له أن يفطر وعليه القضاء، ولا إثم عليه ولا حرج.